زير البارح تخسر قدام المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد ما ربحت الأرجنتين بثلاثة أهداف، وافتتح ميسي التسجيل في دقيقة 34 ومن بعد ألفاريز اللي الكورة عطاته البارح وعجبني برشا في بعد ما غادروا بطبيعة نيمار وكيف كيف رونالدو. نعطيكم هنا توا أرقام كان حققهم ملك الأرجنتين ميسي ليونيل ميسي اللي يصير الهداف أكبر لاعب يسجل 5 أهداف في تاريخ كأس العالم بعمر 35 سنة و 172 يوم، ويتساوى مع لوثر ماتياس ويصبح الأكثر مشاركة في كأس العالم ب 25 مباراة. التعليق بتبيعة كانت هكا كرواتيا رزيتنا في البرازيل هكا هاو، فما اللي كتبته ونتصور في الشعب البرازيلي راه عملوا كربت هكا بين مارادونا وميسي عام 86 وحكى الفوتوشوب خرجهم كانهم يلعبوا مع بعضهم، كان فريق ديجيتال يحطونا، وبتبيع الناس علقوا على ملكة جمال كرواتيا اللي رفيق بار كرواتيا ستغادر المونديال وبش يتحرموا من طلتها. مازال ماتش دو كلاسمون للمنتخب الكرواتي، ولكن اهم من هذا منتخب باش تعطي نكهه اخرى الكارير ليو ميسي الكل، لو ما يفوزش بها باش تكون حاجه اخرى. شوفوا في التصاور هنا على ديجيتال ودخلوا شوفوا كيفاش حاطين دييغو وراه ميسي والاخرين تخدموا البارح، كان يعديهم اصدقائنا نتاع الديجيتال. نحب نحكي شويه مش نحكي مقابله البارح الارجنتين كانت خير، ولو انه من الاول الكرواتي هي لا دوميني ما نعرفش كان لحف حاتم بالعاني قلت يتفرج من الضغط اللي يعيش فيه ملاعبي اسمه ليونيل ميسي. كاريره هو ونجو مكانته هو كاسطوره من اساطير الكوره، هو اسطوره صحيح ولكن مربوطه بتتويج منتخب بلده لانه عمل كل شيء مع الانديه ومازالت له عقده كاس العدد محمود. وبعد نجيك حاتم اكثر عبد عايش ضغط في العالم نتصور اليوم ميسي. لو فما حاجه فما عباره قالها لاعب من هولندا خرجت ويتعاملوا مراول وولات كلها مراول، كلمه قالها ميسي باش يوريك انه العالم مش الارجنتين بركه، العالم الكل يستنى في ميسي، العالم الكل يستنى شنو باش يعمل ميسي. البارح البوتو ثاني دريبل حتى بالبار بتاع الجول وعدى باس. اما الفرق مارادونا كان يماركيه، معناه يكمل يماركيه. هذا ما باس. هذيك لا ديفيرونس بيناتهم راهو في الفريق. اوكي كولكسيون وكولكسيون. مارادونا ميسي انجلترا صح؟ الحاجه انا كي راه ريت حتى اولادنا من الديوان، انا ريت كريم بقني البارح كيفاش في استاد ويتصور. راهو صح عليها العباد اللي حضرت البارح واللي مشات تفرجت، معناتها سي هيستوريك انك تفرج في ميسي في نصف نهائي كاس عالم. الا جيري الماتش دونك باش تدخل افونتاج بارابور لزوز فرق اللي واحده منهم باش ترشح سواء المغرب ولا فرنسا، خاطر مش ممكن يلعبوا برولونغاسيون باش يكون ماتش اكثر انتونس. دونك الحظوظ نتاع الارجنتين يظهر لي كبيره برشا ملعب توا. الحاجه اللي تخلي احنا نحبوا الارجنتين كان جاي ميسي عمره 22 23 سنه 24 سنه ممكن يكونوا ما يسيرش. انا على فكره ما نحبوش ميسي حتى انا ما نحبوش ميسي، لو مش المغرب يزم يهز الكوب دي مود، يزم توفى بحلقه هكا مزيانه الحلقه الاخيره يزي من دموع نيمار ودموع كريستيانو يكمل يبكي ميسي باش يولي برشا على نجوم الكره اللي شيخوه في الاخر هي يهز كاس العالم. ولكن تحيه فما لاعب البارح زاد خرج رفيق اللي هو لوكا مودريتش. لوكا مودريتش حاجه معناتها راه وقت اللي خارج في الدقيقه 80 استاد الكل بما فيهم لي زارجونتان قاموا يصفقوا على لوكا، راهو سي اون سي اون جراند كلاس الجوار هذا. وكيفاش تخلى في البارسا في البرنابيو في البرنابيو دونك كيفاش قبلوه ريال مدريد راهو معناتها حاجه كبيره. دونك فان كارير ماهيش خايبه، محترمه جدا لوكا مودريتش، محترمه جدا بالون دور وصل. وعلاش فرنسا؟ ما نعرفش نحب فرنسا، ولكن كي وصل ميسي الفينال فرانكوفوني وصولك الفرانكوفوني فرانكوفوني عميل الفرانكوفونية كيما حاتم ما بعدش عليه برشا. دخلني انا كيما حاتم لحظه صحيح حاتم عميل ما ترشحتش المغرب اي المغرب فرنسا تشجع شكون؟ لا المغرب بطبيعه الحال مازلين حديثنا نحكيو بعد شويه مع البرنس مع حاتم البارح مع بقيه عليه فما
قال ثلاثة وفيت المباراة 3-1 هي 3-0 وبعد قلت ميسي ما زادش وقتها خاطر شفتها من بعد صفر بك اخطبوط المونديال الجديد. نحكيه بعد شوية على ميسي. تصوروا البارح كمية ستريس وكمية الضغط اللي في راس ميسي وقت اللي بشوت البينالتي. تصوروا معناها احنا جواريتنا مقابلة الرابطة المحترفة الأولى هكا ديربي باهي ما عادش ساقو توصل للكورة. قعدت نغزل كيفاش عاد تضيعها فريمون من لا شوية. روبرتو باجو الرجل الذي مات واقفا هكا كتبت الصحف الإيطالية 94 والنهائي التاريخي.